مع تبويب جديد من تبويبات الإمام البخاري. نعيش هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل. فأسمعنا يا أبا عبد الرحمن. باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. نعم، إذا وكل رجل رجلا كما في بعض الروايات أن يعطي شيئا، رجل وكل آخر أن ينفق أن يدفع، لكن ما هو حال هذا الرجل صاحب المال مع هذا الوكيل؟ ما هو حاله؟ نعم، لم يحدد له مقدار ما يدفع، لم يحدد له مقدار ما يدفع، وإنما قال ادفع. كلمة ادفع يعني شغلة مبهمة. ادفع دينار بنطبق ادفع، 1000 دينار برضو بنطبق، 10,000 دينار برضو ايش بنطبق. طب شو الضابط؟ كيف انا بدي هذا؟ اجاب الامام البخاري: فاعطى على ما يتعارفه الناس. ما معنى يتعارفه الناس؟ اي العرف الذي بين الناس، العادة التي بين الناس. وبعض العلماء يفرق بين العادة والعرف، لكن في النهاية شيء مستقر في النفوس عند المخاطب وعند الآخذ، شيء مستقر. سبب الاستقرار في النفوس أن هذا شيء مشتهر في هذا المجتمع. فمثلا أريد أن أشتري منك ركوبة. في أعرافنا الركوبة لابد أن يكون معها عجل احتياط، عجل احتياط هذا مشتهر في أعرافنا. ولكن بعض الناس عنده ركوبة ويريد أن يبيعها وليس فيها إيش؟ عجل احتياط. إذا أراد أن يقول لا يوجد فيها عجل احتياط لابد أن يبين، وإلا بعد انتهاء البيع فهذا المشتري يقول لهذا البائع: أين عجل الاحتياط؟ فيقول له: أنا لم أقول لك عندي عجل احتياط. لا، من غير أن تقول. هذا شيء متعارف بين الناس، متعارف بين الناس خلاص. وهكذا هو ما يريده الإمام البخاري. وهذا يلتقي مع أي قاعدة من القواعد الفقهية؟ هذا التبويب عند الإمام البخاري يلتقي مع أي قاعدة؟ أي قاعدة كلية؟ العادة محكمة، العادة محكمة. ويندرج طبعا تحت العادة محكمة قواعد فرعية ترجع إلى الأصل، كما قال هناك: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن هذا المبحث مبحث في القواعد الفقهية، بينه الإمام البخاري قبل أكثر من 1000 سنة، وهو ما زال ينفعنا في زماننا عندما تطلق الألفاظ ولا يوجد لها تحديد. من يعطيني مثالا مشتهرا في زماننا على العرف؟ مشتهر جدا. لا، تكونوا معنا لحضروا خصوصا معنا القواعد الفقهية. عندما أريد أن أشتري منك سيارة فتقول لي: هذه السيارة بـ2000 دينار. فلا يجوز لي أن أقول لك شريت لكن بـ2000 دينار عراقي. لا يا أخي، نحن في الأردن، وعندما يطلق الدينار فالذي يستقر الأذهان أنه إيش؟ الدينار الأردني. لا يجوز شخص آخر يقول دينار كويتي، إيه صار الضعف. فلا يجوز أن تعتمد الدينار الكويتي ولا الدينار العراقي. والسبب العرف، أنه تعارف الناس فيما بينهم متى أطلق الدينار في ديارنا فهو الدينار الأردني وهكذا. فهذا أيضا يلتقي مع قاعدة العادة محكم. عشرات الأمثلة
في زماننا حلها تحل بإذن الله تعالى عن طريق العرف. أجار العمال عندما يأتي عامل ليشتغل عندك وتقول له ماذا تريد من أجرة، قال لك لا نختلف. هذه كلمة لا نختلف نحن لا نحبذها، لكن إن وقعت وجاء هذا العامل وبعد انتهاء الأمر فالمرجع في مقدار أجرته هو للعرف. العامل يشتغل 8 ساعات مع ساعة استراحة ويحمل البطون ويحمل الطين ويجبل وكل هذه الأشياء فيأخذ 25 دينارا مثلا، هكذا عرفنا في عمان مثلا وهكذا. أما تقول لي لا أعطيني 30 أعطيني 35 أو لا تقول لا أخذ لك 20 15 ولا لا 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 لا. إذن في أكثر الحلول يكون التحديد من البداية، إذا ترك التحديد فالمرجع إلى العرف. وكذلك في السفر الشرع ربط أحكاما كثيرة بإيش؟ بالسفر. مثل ماذا؟ واحد قصر الصلاة، هذا أشهر شيء. 2 الجمع بين الصلاتين للحاجة، وبعضهم يطلق يا أصل السفر حاجة. 3 المسعى على الخفين والجوربين 3 أيام. 4 الإفطار في رمضان. أحكام كثيرة مربوطة بالسفر. طيب ما هو حد السفر؟ اختلف العلماء، لكن الراجح في المسألة أن العادة محكمة. كل لفظ ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع مرجعه إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر. وهكذا إذن عشرات الأمثلة، ويكفينا ما ذكرنا حتى نفهم كلام الإمام البخاري. إذن إذا وكل رجل أن يعطي شيئا، يعطي شيئا لمن؟ اللي بيعرف يرفع إيده. يعطي شيئا لمن؟ لغيره. واضح جدا أن يعطي شيئا لغيره ولم يبين. من الذي لم يبين؟ من الذي لم يبين؟ صاحب المال. ولم يبين صاحب المال كم يعطي. كم يعطي من؟ يعطي من؟ الوكيل. ولم يبين كم يعطي الوكيل فأعطى. من الفاعل؟ الوكيل. فأعطى على ما يتعارفه الناس. يتعارف أي؟ عرف الناس. عرف الناس. فإذا هذا هو الضابط في مسألة. ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ ماذا يصبح معنى هذا التبويب؟ هذا باب في بيان إذا وكل رجل أن يعطي شيئا لغيره ولم يبين كم يعطي فمرجعه إلى العرف وهو جائز. نعم، فمرجعه إلى العرف. جواب الشرط أنه مشروع أو جائز. أحسن كلمة جائز.